فيما يخص القرار اللي اتخذ فيما يخص الاخ ديالنا ابو الغالي، احنا كحزب اولا الحزب الاول اللي بادر منذ البدايه هو الاول باش يعطي اشاره اولا لمن يريد اللي بغى يتسنى يعطي اشاره على انه من الخطاب جلاله الملك، ماشي خطاب واحد جلاله الملك، خطابات جلاله الملك اللي هادي اللي بغى يمشي بالتخليق ديال الحياه السياسيه والحياه العامه. الحزب ديالنا ارتاع ان يكون هو الاول باش يوضع هاد المدونه ديال الاخلاق، هاد المدونه ديال الاخلاق اللي توضعتها الاخت مع واحد العدد كبير المحامون وديال المثقفين في الحزب ديالنا، وهاد المدونه الاخلاق دوزناها وتصدقت عليها المجلس الوطني الاخير. اذا وفي الاجتماع الاول الكتب السياسي، في الاجتماع الاول بعد المسابقه خاضت الكلمه الموسيقى الوطنيه وقالت بحرف هكا على ان هذه المدونه اللي صدقنا عليها في المجلس الوطني ليست بالتصاور، ليست هذه المدونه غير باش نقولوا احنا راه عندنا مدونه، راه طالب الناس كيطلبوا المدونه، هذه المدونه، هذه المدونه سوف تطبق على ارض الواقع كان كيف ما كان العضو ديال المجلس، ما كان العضو ديال حزب الاسرى والمعاصره في مستوى المسؤوليه ديالو، كان وزيرا او كان برلماني او كان رئيس جماعه او كان مناضل عادي، اذا سوف تطبق بالحرف. وبالتالي كان واضح التوجه ديال الحزب ديال القياده الثلاثيه وديال المكتب السياسي ديال الحزب كذلك على انه تكون عندنا هذه المدونه لتخليق الحزب بالفعل السياسي. اسمحوا لي ملي كيجيو شكايات الاخ والاخت بلا قالت لكش من نوع الشكايات راه فيها من الخطورات بما كان، هي فيها نصب واحتياج، ولا يمكن لحزب كما كان الحال على ان واحد القياده الاول ديالو اي في القياده الثلاثيه واحد النوع على يمكن ان المتابعه بتهم ديال النصب والاحتيال والحزب يبقى زاد، لا يمكن. وبالتالي حاولنا والموسيقى الوطنيه عملت من جوان باش ما يوصلش هذا الشيء للمكتب السياسي وتخذ فيه قرار. داروا ثلاثه ولا اربعه الاجتماعات مع السي ابو الغالي وصديق ديالنا، صديق ديالنا تربى في البار، ما عندنا ما نقولوا، ماشي زعما عندنا به الخلاف الوحيد اللي عندنا معاه هو انه كنقولوا ليه حنا راه عندك هذا المشكل ديال خيانه الامانه وهذا المشكل ديال النصب والاحتيال، اشنو واش كتقول في هذا الشيء؟ سير قد شغالاتك باش ما ندخلوش حنا ناخذوا فيه قرار فيما يخص المكتب السياسي. كيقول لنا الجواب لا يريد ان يجيب على هذا الموضوع، كيقول لك هذه مساله خاصه، مساله تجاريه. السي ابو الغالي راه ماشي تجاريه، ماشي بعتي وشريتي وزدت، لا، هادو الناس كيتهموك بالنصب والاحتيال، هذا بعتي ليه ودرتي معاه وشي داك الشيء بعتي لواحد اخر، اذا هذا كيتسمى النصب والاحتيال. وبالتالي ارتاع الحزب على انه كما قال السي بن سعيد على انه باش نحيدوا على الاخرين ما كناش في راسنا، ولكن يعاب على المكتب السياسي وعلى حزب الاسرى المعاصره على انه يستحق واحد من القياده الثلاثيه عنده الاشكاليات ويخليه يقعد يقول لك خط عليه، لا يمكن. وبالتالي اتخذ القرار بالاجماع على انه احالته تجميد عضويته واحالته على جهه الاخلاقيات، حنا ما طردناش، تمت احاله ملفيه على جهه الاخلاقيات، نتسناو جهه الاخلاقيات اش غتقول، نتسناو اش غتقول، نتبناو على انه هذا الشيء اللي كيتقال وهذا الشيء كان ماشي نادح ماشي قضاه. اذا الجهه الاخلاقيات وقت ما بدات في هذا الموضوع عاد يكون الكلام فيما يخص هذا الموضوع ديال هذا. اما القول على انه هذا فيه صفيه حسابات، نعم علاش ما نصفيو الحسابات؟ علاش زعما الحسابات بنصفيو مع صديق ديالنا ابو الغالي؟ الموسيقى هي اللي اقترحته واقترحت معاه السي بن سعيد، هي اللي اقترحتهم بجوج، وهي اللي بغات باش تكون فيها قياده شابه، وحنا نفتخر بذلك على انه الحزب اول حزب كيعطي اشاره على ان تشبيب القيادات وتشبيب الناس، ان هذا هو ماشي الحزب الاول اللي كيقول لك السياسه بطريقه اخرى، على هذا الشيء باش نشوفوا شباب في القياده، اذا هي دارت شباب، واش هي دارت الكيلكروم ديال قلبات واش كيدير؟ واش شي واحد فينا بينات احنا بيناتنا نديرو احنا، شي واحد فينا صاحبك واش عرفت اش كيدير في الليل؟ فيما يخص المسائل ديالو خاصه ما كاينش تعرفو، ولا في النهار ما كاينش تعرفو، لا يمكن. وبالتالي وقت ما كتبان شي حاجه يجب ان نتخذ الموقف الصائب في الوقت المناسب، وهذا هو الوقت المناسب باش تاخذ هذا الموقف هذا ديال تجميد العضويه واحالته على 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 الجهات الاخلاقيات. هاد طلبه اتفق معك، هاد الاضراب، هاد المشكل ديال طلبة الطب خصنا نعرفوا اولا راه جريناه من 2015 رمضان، من 2015 ما عرفتش على هذا المشكل،
2015 كاين شي ضرب 16 كاين 19 كاين كذا ما عمرت تحل هذا المشكل. وكل حكومه كترمي بحال شي جمره فيها العافيه كتسلك الامور باش تدوز وصافي وتخلي العافيه للحكومه الجايه. هذه الحكومه وبكل شجاعه نقول لك راه الشجاعه بكل شجاعه خصنا نعرفوا على انها عندها تبعات. الا بينا نقلبوا في تبعات انتخابيه راه غادي نقولوا الكلام اللي غادي يفرح عامه الناس باش يقول الناس الله عمرها دار الناس يقول لا